بعث ضباط وضباط صف وأفراد مجموعة كتيبة مدفعية الواجب لقوة دفاع البحرين المتواجدين في الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية ضمن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، بعثوا تهنيهم وتبريكاتهم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وصاحبي السمو الملكي رئيس الوزراء وولي العهد، وإلى صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين وشعب البحرين بمناسبة عيد الفطر السعيد. أهنئ سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، وسيدي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المؤقت، وسيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وسيدي صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين وشعب مملكتنا الغالية، بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والأفراح وتحقيق الانتصارات بسواعد رجالها وأبنائها المخلصين في كافة الظروف والأزمات. ومع ما تواجهه مختلف دول العالم من انتشار لفيروس الكورونا، فإننا ماضون في تأدية واجبنا الوطني والقيام بمهامنا المقدسة في الدفاع عن أوطاننا بكل قوة وعزيمة وبروح معنوية عالية. أتقدم بصادق التهنئة وأطيب التبريكات لسيدي حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، ولسيدي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المؤقت، ولسيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ولسيدي صاحب المعالي القائد العام قوة دفاع البحرين بمناسبة هذه الأيام المباركة التي نعيشها وهي عيد الفطر المبارك. داعين الله أن يديمها على الجميع وعلينا ونحن في أفراح ومسرات، ونحن نواصل تأدية واجبنا المقدس في الدفاع عن الحق في مختلف الميادين والظروف. أهنئ سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظ الله ورعاه، وسيدي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المؤقت، وسيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وسيدي صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين وشعب مملكتنا الغالية، بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والأفراح وتحقيق جميع الانتصارات بسواعد رجالها وأبنائها المخلصين في كافة الظروف والأزمات، وأن ينعم على الجميع بالصحة والعافية.